ايوه يا باشا، لسه واصل بيته اللي في نزله السمان، طالع لوحده، ما اعرفش ايه اللي بيحصل فوق. اتعامل اوامرك يا باشا. درويش وصل يا فهيم بيه؟ ايوه متاكد. حاضر، مش هتحرك غير لما تيجي. وصلوا لك ازاي؟ وانا كنت اعرف من هنا درويش، انا يا دوب بلغت فرار وجيت على هنا على طول. طب جيت على هنا ليه؟ ليه؟ امال كنت اروح فين؟ في اي ده يا اخي؟ تيجي عند هنا زمانه مطروق. عيب عليك، هو انا مدرب سباحه؟ مدرب سباحه؟ احنا لازم نسيب المكان ده دلوقتي حالا. احنا كده محبوسين زي الفراخ الشمرت في قفص الفرارجي. دلوقتي حالا لازم نسيب المكان. ماشي يلا. اهم حاجه نجيب التاب، مفهوم؟ شد شويه شد شويه، اسرع من كده. الله يخرب بيتك يا خليفه يا شيخ، بتعمل ايه انت؟ روح عندك اخلصي. بدور على بامبرز انذار. بامبرز ايه؟ ولسه بيعملها بامبرز؟ احنا بنشتري له. يلا 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 يا عم يلا. اجري مش ناقصة. اجروا ماشي. انا هجيبه، قابلوني على عمومي. هيهرب درويش، هيهرب. تسلم ايدك يا اخويا. يلا بينا. يلا بينا فين؟ هات الجهاز. خد الجهاز اهو، مع ان هاين عليا احرقه. يلا بينا، احنا هنقعد لنا كام يوم عند ام مرتاح كده في الفيوم. لا انا ما اقدرش ابعد، انا لازم افضل قريب من هنا لغايه لما اشوف البلوه دي هتوديني لفين. اتكل انت على الله. ايوه طب هتروح على فين؟ هروح على بيت السكاكيني. هو البيت ده لسه قايم؟ والله هو بحالته زي ما هو. طب وبعدين يعني؟ مش فاهم. وانا يا ابني حكيني لي شويه لغايه لما اشوف بقى هعرف اكمل اللي انا فيه ده ازاي. تكلم انت على الله. طيب تكلم انت على الله. خد بالك من نفسك. سلام. يلا يلا.